السلام عليكم شباب وشركة شركة موقع، معكم دائما جمال دي من دبي، يحييكم لكم مبروك يوم سعيد للجميع ان شاء الله. في هذا الفيديو حبيت نكلمكم ونخاطب المستثمرين اللي حابين يستثمروا في الامارات. فكثير من الناس جاوني وسالوني جمال حابين نستثمروا في الامارات، كيفاش يكون الاستثمار في الامارات، واش هي الخطوات، واش هي التسهيل، واش هي التسهيلات، واش هي المعوقات الى اخره. فخليكم معي في هذا الفيديو، راح نعطيكم نصائح على الاستثمار في الامارات، فخليكم معنا. اخواني الكرام، اول حاجه لازم الانسان يركز عليها انه واش حاب يستثمر. يعني مهم جدا، لانه كاين بزاف ناس عندهم راس مال ولكن للاسف الشديد ما على بالوش واش يقدر يستثمر، واش هو المجال اللي يقدر يستثمر فيه. فتلاقيه مخلط بين هذا، بين مطعم، بين كراء شقه، بين الى اخره. ولكن الانسان لازم 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 نصيحه نصيحه نصيحه، لازم الانسان يستثمر في المجال اللي يفهم فيه. هذه أول نصيحة نعطيها لكم خوتي، الإنسان لازم يستثمر في المجال اللي يفهم فيه. إذا أنت حاجة ما تفهمش فيها ما تروحش تستثمر فيها، لأنه عند مجال الإمارات راح تشوف أنه أي مجال راح فيه منافسة شديدة جدا، منافسة قوية جدا من طرف الناس الآخرين، ناس عندهم مستثمرين بمواصفات عالمية في كامل المجالات. فلازم حاجة الأولى أنك تستثمر في المجال اللي تفهم فيه. فرضا قلنا أنك ما تفهمش في مجال وما تفهم حتى في أي مجال، ولكن عندك رأس مال كبير وحاب توظف هذا الرأس المال وحاب تستثمر، معليش هذا ما يمنحش أنك تستثمر، ولكن على الأقل على الأقل على الأقل, على الأقل, على الأقل دير مسير للمشروع تاعك اللي حاب تديره. مثلا نعطيك مثال، انت جزائري مثلا حاب تدير مطعم في الامارات او في دبي بالذات، مطعم نجوك حاجه اللي مشهوره وباينه مطعم، ولكن انت ما تفهمش في مجال المطاعم. خلاص كونك انت الاونر، انت المالك، ولكن جيب واحد مسير يفهم في مجال المطاعم حتى تقدر تنجح. لانه اذا ما جبش واحد يفهم في مجال المطاعم وسيرت المطعم تاعك على اساس انه فاست فود، انك انت الكاشير وانت السيرفر وانت اللي تطيب وانت كذا، والله مش راح تنجح، خاصة هنا في الامارات. علاش؟ لانه كاين منافسة كبيرة في المجال. وعلاش قلت لكم انه لازم انسان يفهم في المجال اللي راح يستثمر فيه حتى تنقص المخاطرة فيه، حتى انك انت راك معدي لكثير من التجارب في المجال هذا، فراح تنقص المخاطرة انك تفشل في المجال، وانه اذا حصلت معك مشكلة تقدر تتجاوزها لانه عندك خبرة في المجال. اما اذا ما عندكش خبرة يعني راح تطيح في مشكلة، كيفاش راح تحلها؟ ممكن انت بنفسك تودي نفسك للتهلكة من غير ما تعرف، لانه ما تعرفش المجال هذا الى اخره. فعلى هذه لازم يا اما تفهم في المجال، يا اما تجيب مسير يسير لك المشروع تاعك يفهم في المجال وتعطيه راتب اكيد. خلاص فرضنا انه عدينا النقطة الاولى. ثاني نصيحة، انك عندما تحب تدير اي مشروع تدرسه وتوفر له راس المال وتدرس المشروع تاعك، على لانه راس المال مهم جدا. وانا من جهتي انك تقسم راس المال تاعك لثلاث اقسام. مثلا انا مانيش يعني خبير في المجال، ولكن راني نعطيك على حسب ما شفت انا. نص الثلث الاول تاع المال اللي تبدا فيه المشروع تاعك، والثلث الثاني تاع المال اللي تواصل به المشروع تاعك. لانه انت المشروع تاعك عندما تبداه مش راح يعطيك نتيجه من اول شهر، مش راح يعطيك فايده من اول شهر او ثاني شهر او ثالث شهر، ولكن راح تكون على المدى البعيد، يعني ممكن سنه سنتين ثلاثه راح تبدا الفائده تبان، ترجع فلوسك وتبدا الفائده تبان. فلازم يكون عندك راس مال اخر لتقدر تواصل به المشروع تاعك. راك بديت ب 200 الف مثلا، على الاقل تكون عندك 200 الف اخرى اللي تكون فيها رواتب الموظفين، الايجارات، اذا اي حاجه خاصتك سلع خاصتك كذا تواصل بها المشروع تاعك. تكون عندك ثلث اخر اللي واش دير في حاله ما اذا كانت في اي مخاطره، اي ريسك، اي مشكله، اي حاجه تقدر تدخل هذا راس المال اللي ما يخليكش تخسر،
لانه كان بزاف ناس شفتهم هنايا وجزائريين نعرفهم شخصيا انه كان عنده ما نش عارف انا تقريبا كان عنده راس مال تاع 2 ملاير مثلا 3 ملاير 4 ملاير 10 ملاير جا دخل بها ديريكتومون مباشره دخل بداك داك المال كامل اللي عنده في المشروع هذاك. ولكن باه يواصل المشروع تاعو ما لقاش فلوس فاضطر انه يروح للبنوك ويجي للبنوك ويجي الناس تسلفوا يلزق كذا يلزق كذا ف تراكمت عليه الديون وهو ما يفهمش المشروع فخسر المشروع ولقى عنده ديون. واش دار؟ خليها في الفعل ما نقول لكم واش دار. والاهم اخواني في دراسه المشروع انك تكون متواجد في الامارات متواجد. اذا حاب تدير المشروع في دبي لازم تكون متواجد في دبي. اذا كنت حاب تدير المشروع في ابو ظبي لازم تكون متواجد في ابو ظبي وتدرس مشروعك في ابو ظبي وتشوف المكان هذا اللي حاب تفتح فيه المشروع اذا راح يفيدك مش راح يفيدك راح فيه في مدخول ما فيش مدخول. لانه شفنا كذلك جزائريين فتحوا مشاريع في مناطق بعيده ومش ملائمه لهذاك المشروع وخسروا كذلك. حاجه مهمه لازم تعرفوها اخواتي انك اذا حاب تعمل مشروع في الامارات اسهل حاجه انك تفتح مشروع اسهل حاجه انك تكون مستثمر اداره تطبيق ابلكيشن او بتروح للاداره او ايميلات تفتح مشروعك سهل امور سهله جدا. الامارات وخاصه في دبي يعني مسهلين الامور لدرجه ما تتوقعوهاش. انك حاب تفتح المشروع تفتح مباشره حاب تدير مشروع وتستثمر وكذا سهل جدا. المشكله فين والحاجه الصعبه فين انك كيفاش انت راح تواصل المشروع تاعك صراحة كيفاش تواصل. شفنا ناس بزاف فتحوا مشاريع كاين الناس اللي عندهم خبرة في المجال اللي استثمروا فيه فارهم ناجحين والله العظيم نعرف ناس ناجحين. ولكن للأسف كاين الناس اللي ما يفهموش في المشروع اللي فتحوه. مثلا كاين الناس فتحوا مطاعم سنة ونص بالأكثر غلق المشروع. علاش؟ يا إما المسير ما يفهمش المشروع يا إما الإنسان ما عندوش فلوس باه يواصل انه فيه مصاريف كثيره يا اما يعني دخل في مخالفات يا اما دار حاجات الليغال يا اما الى اخره. ولكن الانسان علاش قلت لكم لازم يكون في الامارات لانه حتى يتعرف على القانون الاماراتي حتى يتعرف على الاماكن اللي حاب يستثمر فيها حتى تكون عنده علم على المكان اللي راح يستثمر فيه فهكا راح ينقص مشاكل راح ممكن تصرا له في المستقبل اذا افتح مشروع وهو من الجزائر مباشره او من مصر او كذلك افتح المشروع تاعه ولا الناس فتحوا له المشروع تاعه من غير ما يدرس هو شخصيا هل المشروع عليه يخرجه ولا لا. تعرف الخطوات تاع فتح مشروع يعني فيه هيئه اسمها الدائره الاقتصاديه. اذا انت في الجزائر او اذا انت في مصر ممكن تدخل الدائره الاقتصاديه دبي مثلا وتلاقي اتصل بينا تبعث لهم. انا صرت معايا شخصيا واحد سالني وقلت له خلينا نجربه بعثنا كان حاب يفتح مشروع تاع باتيسري تاع باستري هنا في الامارات فقال لي جمال كيفاش ندير. قلت له خلينا نبعثوا لهم. بعثنا لهم ايميل باللغه العربيه السلام عليكم لنا عظيم وشرف ان نتقدم الى سيادتكم المحترم بمعرفه تفاصيل لفتح مشروع صناعه الحلويات في الامارات في دبي بالضبط فاذا ممكن تزودونا بالمعلومات الكافيه حتى تسهل علينا عمليه العملية هذه. وبعد نهار 24 ساعة تقريبا رجعت لنا الدائرة الاقتصادية بالكامل التفاصيل. فأي واحد حاب يفتح مشروعه ممكن أنت من الجزائر ابعث لهم قول لهم أنا حاب نفتح المشروع الفلاني يعني اكتب لهم باللغة العربية المفهومة العادية وبالتفصيل على المشروع تاعك أنا حاب نفهم كذا وكذا 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 فهم راح يردوا عليك يقولوا لك المشروع هذا هو هالكود تاعو لانه كل مشروع له كود فالمشروع تاعو هذا الكود تاعو وهي التفاصيل كيفاش تفتح مشروع وراح نحط لكم موقع الدائره الاقتصاديه حتى تقدروا تتواصلوا معهم. اكيد بزاف ناس راهم حابين يعرفوا المصاريف اخواني المصاريف بالنسبه لفتح مشروع كل مشروع وله مصاريفه الخاصه يعني حاجه الاولى تبدا يعني تطلب رخصه تجاريه اللي حنقولوا لها السجل التجاري او الريجيس كوميرس تطلبها انا تدفع عليها مبلغ معين وكل رخصة تجارية أو كل مجال معين له رخصة تجارية خاصة به وكل رخصة تجارية لها مبلغ معين لازم تدفعه. في مصاريف أخرى تدفعها ولكن هذه ممكن نديرها لكم مستقلة في فيديو آخر. اللي تقدر تديرها أخي الكريم أختي الكريمة أنك حاجة الأولى رأس المال إذا موجود رأس المال فدراسة المشروع من بعدها بعد ما درست المشروع فتيجي الإمارات وتشوف
تواصل دراسة المشروع تاعك وتشوف المكان المناسب لفتح المشروع تاعك وتشوف إذا أنت تفهم في المجال فتوكل على الله. إذا ما تفهمش المجال شوف على شخص يفهم في المجال على الأقل تقول له أخي لونسيني ابدأ معايا علمني وأنا شحال راح يكون شحال راح نخلصك في المشوار هذا يعني وتفهمه وابدأ معه بعد تعرف على القانون الإماراتي باش تتفادى المشاكل تتفادى المخالفات تتفادى بزاف صوالح والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. نصيحة أخرى للمستثمرين اللي حابين يجوا للإمارات ويستثمروا جزائريين مثلا، أنت عندما تستثمر في الإمارات فخلي التارجت تاعك خلي الهدف تاعك ما تخليش مرتبط بالجالية الجزائرية أو بالجالية المصرية أو ولكن خلي عندك ملتي سيرفيس يعني الخدمات تاعك تكون لكل الجاليات الموجودة في الإمارات. لأنه إذا مثلا إحنا يا فيه مطاعم جزائرية فتحت في الإمارات، فالمطاعم الجزائرية هذه وش صار لها؟ المطاعم الجزائرية تعد أكل جزائري 100%، فالأكل الجزائري هذا ديستيني للجالية الجزائرية. فإذا الجالية الجزائرية ما جاتش عندك أو واحد أو اثنين أو ثلاثة بدوا يهضروا عليك وانت مشي مليح وانت كذا وانت كذا وانت كذا فراح يتسرى كذا والأرزاق بيد الله هني عارف. ولكن مهما كان احنا في الإمارات نعتمد على الماركتينج، في ناس بزاف تدخل على جوجل وتشوف الريفيو تاع المطعم هذاك اذا تلاقيه نجمه واثنين ما يروحولوش يقول لك انا علاش نروح له الناس اصلا مش راضيه بالمطعم هذا. فمثلا انت كذلك يعني لو كان الاستثمار تاعك فحاول تستهدف كل الجاليات حتى يكون عندك مدخول من كل الجاليات وكون يعني تكبر المدخول تاعك وتكبر المشروع تاعك ما تقتصرش على جاليه واحده. بالنسبة للمشاريع الناجحة هنا في الإمارات يعني في كثير يعني مشاريع ناجحة، مثلا المطاعم الفود يعني الأكل يعني في كل المجالات يعني وفي كل الأماكن يعني ناجح. فيه ناس اللي تستثمر في مجال العقار يعني يشروا عقار ويكروه، في ناس اللي يشروا عقار ويبيعوه، في واحد يكري شقة ويعاود يكريها لناس آخرين. يعني في مشاريع كثير ناجحة، الانسان لازم يكون يفهم في المشروع او كما قلت لكم يجيب مسير يسير له المشروع تاعه حتى يقدر ينجح ويواصل المشوار تاعه. بالتوفيق للجميع ان شاء الله والسلام عليكم. ما تنسوا جماعه ديروا لنا لايك ماكوش ديروا كاع لايك.